طيب امبارح شهدت مدينة السادس من اكتوبر افتتاح البطولة العربية للجولف في نسختها رقم 40 ومشاركة لاعبين من 13 دولة مختلفة. كلمة حق لازم تتقال، تنظيم مصر للبطولة العربية للجولف بيأتي طبعا ضمن توجه الدولة المصرية بشكل عام لتنشيط السياحة الرياضية، لأن طبعا سياحة الجولف تعتبر واحدة من أهم أنواع السياحة الموجودة في العالم كله. بيتنافس في هذه البطولة 45 لاعب من أقوى لاعبي الجولف في المنطقة العربية. البطولة هتستمر لمدة 4 أيام، هتنتهي يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله بمشاركة 4 لاعبين من مصر، هم نور نعيم بطل العرب فردي في 2019، حسن سعيد بطل العرب ناشئين في 2013، عمر محفوظ بطل الناشئين في مصر 2014، وماجد عبد التواب بطل الناشئين في قبرص 2016. وطبعا بنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. حاجه بتفرح فعلا طب. لما نكون اتكلمنا في الموضوع ده كذا مره، ودلوقتي على ارض الواقع فعلا يعني كل يوم بيتم اثبات ان مصر قادره جدا جدا كمان ان هي تعمل او ان هي تنظم بطولات دوليه وعالميه. وفكره كمان السياحه الرياضيه احنا ياما اتكلمنا عنها في البرنامج ملف كان يعني مهم جدا، واحنا كنا حابين انا وكريم نركز عليه كتير جدا حتى مع ضيوفنا. السياحة الرياضية من مصادر دخل كتيرة جدا لدول بيشتغلوا عليها، بس فتخيل انت كمان لما عندك يعني اماكن كتيرة جدا تقدر صحيح. تعمل فيها بطولات مختلفة ومحافظاتنا الجميلة المختلفة، فده شيء فعلا محترم قوي. فانا مبسوطة جدا اكيد، واعتقد كل مصري مبسوط ان هو يسمع حاجة زي كده.